ان شاء الله صحة بعد 2 بطل بس للسيزون الثالث شابتر 2 قائم معنا بهذا السيزون ان شاء الله. كان نفسي اعمل لاكثر من شخص، كان نفسي اعمل لاربع اشخاص والله، بس الوضع حاليا صعب شوي، وبتعرفوا انتم حاله الكورونا وما في شغل والناس كلها قاعده من البيت، وانا واحد من الناس اللي قاعد بالبيت. فانا هلا رح اقول لك شو الخطوات اللي انت لازم تعملها لحتى تكسب البطل بس الخاص بالسيزون الثالث شابتر 2، ورح احكي لك انت الاوقات الخاصه بحدث دومز داي اللي قادم معنا ان شاء الله يوم 15/6، وانت التحديث الخاص بالسيزون الثالث شابتر 2 اللي قادم معنا يوم 17 يعني بيكون يوم الاربعاء. فان شاء الله هلا بهذا الفيديو رح اقول لك الاوقات للوطن العربي كلياته، ورح تطلع من هذا الفيديو كافي وعارف وقتك وين ما كنت ساكن باي دوله بالوطن العربي. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. رح احكي لك هلا اول شيء بالنسبه للاوقات، بعدين اقول لك على البطل باس وشو الشروط تبعه اللي انت لازم تكسب فيها، وشو رح اعمل بالنسبه للسحب. مثل ما بنعرف نحن السيزون الثالث او سيزون 13 اجلوه كذا مره وعملوا بقى بعض الاشياء بالنسبه للتاجيل بالنسبه لحدث دومز داي وبالنسبه للتحديث. بس هلا ان شاء الله هي المره اكيد ثابته، لانه شركه فورتنايت نزلت منشور على السوشيال ميديا انا حكيت عنه، بتلاقوه فوق على اليمين او على الشمال طلع بالفيديو اقتراح، فوت شوفه اذا بدك، بانه نزلوا منشور حكوا فيه انه خلص البطاقة المعركة لانه رح ننتقل للسيزون الجديد، يعني خلص تم تثبيت الموعد. وبدي اضيف كان شغلة انه المطورين خلصوا من تجربة الاصدار 13 و13.10 و13.20 خاصين بالسيزون الثالث شابتر 2، فخلص الموضوع ان شاء الله رسمي. هلا مثل ما بنعرف نحن حدث دومز داي قادم معنا يوم 15 الموافق يوم 2 يعني 15/6 حدث دومز داي. فانا هلا خليني احكي لك بالاوقات بالنسبه للوطن العربي. اول شيء خلينا متفقين انه حدث دومز داي رح يكون معنا يوم 15/6 يعني يوم الاثنين، نحن هيك لحد الان تمام. هلا رح فت لك بالاوقات بالنسبه للاوقات يا شباب، رح بلش لكم من الساعه 7 مساء. الساعه 7 مساء رح يكون بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعه 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. بدي اقول لكم قبل ما بلش بالاوقات كامله، فوت قبل الحدث بنص ساعه، لانه مثل ما بنعرف انه رح يروحوا الموت كلهم او يروحوا الاطوار كلياتها وينزل طور خاص بالدومز داي، يعني فوت قبله بنص ساعه مشان تلحق اماكن بالسيرفرات، وما تفوت قبله بخمس دقائق مشان ما يطردوك من السيرفر ويقولوا لك صار في ضغط على السيرفرات ويروح عليك الحدث وتجيب العيد. فهلا بالنسبه للساعه 7 تونس والجزائر والمغرب. بالنسبه للساعه 8 مساء رح يكون بتوقيت مصر وليبيا، وبالنسبه للساعه 9 مساء رح يكون بتوقيت السعوديه والاردن وسوريا وقطر واليمن والعراق والكويت واللبنان والبحرين وفلسطين. لحد لكم الساعة 9 مساء، لأنه أكثر الدول الساعة 9 مساء اللي هو رح يكون بالسعودية والأردن وسوريا وقطر واليمن والعراق والكويت واللبنان والبحرين. أما بالنسبة للساعة 10 مساء رح يكون بتوقيت الإمارات وعمان. هيك احنا بنكون خلصنا كلياتها بالنسبة للأوقات. هاي هي الأوقات الخاصة بجهاز دومز داي اللي حتكون معنا بالنسبة للوطن العربي كلياته. هيك انا بكون شرحت لكم اياهم بالتفصيل، فانت شوف اي شيء كمان ناقصك لو الدوله انا ما ذكرتها بعتذر عن هذا الشيء، اكتب لي تحت بالكومنتات وانا بقول لك امتى وقتك بالنسبه لدولتك. انا هيك حاولت احسب لكم كل الاوقات للوطن العربي وقلكم امتى. اما بالنسبه للتحديث السيزون الثالث شابتر 2 رح يكون معنا ان شاء الله يوم 17 يوم 4 رح يكون 17/6، نفس الاوقات بالضبط اللي انا حكيتها بس رح تكون صباحا، يعني اللي بيكون حدث دومز داي عنده الساعه 9 مساء بعد العشاء رح يكون عنده تحديث السيزون الثالث شابتر 2 الساعة 9 صباحا يوم الأربعاء الموافق 17/6. لحد الآن تمام، أنا أعطيتكم الأوقات بالنسبة للحدث وبالنسبة للتحديث السيزون 13 أو السيزون الثالث شابتر 2 يلي هرمنا ونحن عم نستناه، اللي هذا كان أطول سيزون تاريخ فورتنايت بالنسبة للسيزون 2 شابتر 2. وهلا خلينا نحكي على البطل باس المجاني. البطل باس المجاني إن شاء الله رح يكون لشخصين رح يتم السحب عليه. أنا يوم إن شاء الله السيزون الثالث شابتر 2 رح نزل فيديو السحب بعد التحديث على طول إن شاء الله، أعرض لكم فيه البطل باس كامل وورجيكم السكنات وورجيكم كل شيء نزل فيه وكل شيء أسرار، ويعني نحكي عن كل شيء بصير معنا أول ما ينزل التحديث. أنا إن شاء الله رح كون صاحي نزل التحديث ودغري أعرض لكم البطل باس وأرفع لكم إياه على اليوتيوب. فأنا بدي منكم بهذا الفيديو أنا رح أحكي فيه إنه السحب لشخصين، كل عليك إنك أنت بهديك الفترة أو بالفيديو القادم إن شاء الله لو أنت مالك مشترك عندي وشفت المقطع، كل عليك إنك أنت تشترك بالقناة تفعل زر الجرس تحط لايك على الفيديو وتكتب كومنت، ورح أعمل سحب عشوائي على الكومنت إن شاء الله على التعليقات كاملة رح أعمل عليها سحب لشخصين. فإن شاء الله أنت تكون أحد الناس الرابحين بالنسبة للبطل باس السيزون الثالث شابتر 2. فهيك أنا بكون حكيت لكم أنت بالنسبة للبطل باس. فأنا إن شاء الله استنوا مني الفيديو اللي رح أحكي لكم فيه بالنسبة للسحب وأني الفيديو اللي أنت رح تشارك في بالتعليقات. ولا تنسى هذا الفيديو كمان تعمل له لايك وتشاركه بين اصحابك، اي حدا بيسالك عوات جهاز دومز داي او امتى وقت الحدث بس ابعث له هذا الفيديو مشان تساعدني الي
وتساعد اصحابك يعرفوا الاوقات امتى بالضبط. هيك انت بتكون دعمتني جدا جدا جدا، وانا بتشكركم كلياتكم على الدعم الخرافي اللي اجى اخر فتره. وما ننسى 10,000 اخ وصديق عندي بالقناه، لسه قائم الحلم ان شاء الله انه نوصل 10,000. بحب اتشكركم كلياتكم على الدعم حاليا وعلى الدعم اللي صار وعلى الدعم القديم وعلى كل شيء. هذا هو مقطعنا اليوم، خفيف نظيف هيك ابن حلال، ما في اي شيء غريب، ما في اي شيء جديد او تسريبات. وبدي لكم شغله انه ما في اي تسريبات حاليا وما في اي شيء عم ينفتح معنا. انا فيديو التسريبات حطيت لكم اياه على اليمين او الشمال، بتلاقوه بالفيديو، بتلاقوه فوق طلع لكم على اليمين او على الشمال، دوس عليه فوت. هي اخر التسريبات كانت معنا بالنسبه لجهاز دومز داي، شو راح يعمل معنا بالوكاله او بالاجنسي، شلون راح يفجره ومنين راح يطلع. انا هيك بكون حكيت لكم كل شيء بالنسبه للاوقات وبالنسبه لاي شيء بيتعلق بجهاز دومز داي وبالنسبه لحدث السيزون الثالث شابتر 2. وان شاء الله انت تكون احد الرابحين بالبطل باس السيزون الجديد. انا كان نفسي اعمل بطل باس اكثر من هيك، يعني ربح 5 ربح 4، بس حاليا الوضع صعب والله ما لح اقدر ابدا غير لشخصين، انا هذا اللي بقدر عليه الصراحه. اكتبوا لي تحت بالكومنتات شو رايكم وبكل شيء، يعني شاركوني اي شيء بدكم اياه اكتبوا لي تحت بالكومنت، انا براجع كل التعليقات تحت وبشوف كل شيء وبرد على كل شيء. اكتبوا لي تحت اي شيء بدكم اياه واي اقتراحات بدكم اياها بالنسبه للجيم بلاي واشياء ثانيه انا عندي بنزلها على القناه، واي شيء حابين تشوفوه عندي بالقناه للمستقبل اكتب لي كمان التعليقات. شكرا لك اذا كملت المقطع للاخر، ورح اترككم هيك مع دقيقتين ثلاثه جيم بلاي اخر شيء شلون صايره اللعبه. انا حاليا ما عم بلعب فورتنايت زياده لانه الصراحه مليت منها، لانه الوضع صاير كثير ممل فيها اللعبه، واللعبه نايمه جزئيا. فهذا هو مقطعنا اليوم، لا تنسى لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، كل الدعم بالاتم شوب نيمو 9 وبرعايه الله. الشباب بنلعبوا على ارواحهم يا معلم، بس خليني فوز، بس بدي فوز انا هيك. طب واحد ورا هيك شجره، انتبه هذول مع بعض. ليك جمود يا الوين، خلاص يا جدعان. حطوا لانش، ثلاثة عن جوليا. احنا في ناس ورانا، في ناس ورانا. عندي واحد نعم، تعال ليك هلسينا عن سب ما سمك، ما سمك محمود، هاتون هاتون سكتين عندي عن ابو اللوز. يا
واحد نوك محمود. Mm-hmm.